ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نبدأ على طول أخبارنا وفقراتنا في 7 دي سبورت، وكالعادة هنبدأ من عند النادي الأهلي. الأهلي النهاردة استأنف تدريباته طبعاً لمباراة القطن الكاميروني. الفريق الأول النهاردة كان أول تدريباته في التتش بعد الراحة اللي حصلوا عليها. النهاردة الصبح تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش استعد النادي الأهلي لمباراة القطن اللي هتبقى إن شاء الله يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام. المباراة طبعاً مؤجلة من الجولة الأولى في دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للفترة اللي كان فيها الأهلي في كأس العالم. وطبعاً مارسيل كولر المدير الفني للفريق حرص إن هو يبقى فيه محاضرة مطولة النهاردة شوية مع اللاعبين قبل انطلاق التمرين للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية. وخاض الفريق النهاردة فقرة إحماء وتدريب قبل ما يبدأوا التدريبات الكروية يعني. وشارك النهاردة برونو سافيو في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة اللي كانت في الركبة، وده خبر كويس طبعاً النهاردة إن هو أنهى فترة العلاج. وأدى رباعي حراس المرمى النهاردة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكم مدرب الحراس. طبعاً النهاردة كمان الجهاز الفني كان مدي راحة أمس للتخلص من الإجهاد بسبب توالي المباريات ما بين المباريات المحلية والمباريات الأفريقية. بكرة إن شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي للمدرب مارسيل كولر ومحمد الشناوي كابتن الفريق، وهيتم فتح المران ربع ساعة أمام وسائل الإعلام وفقاً للوائح الكاف. بالتأكيد مباراة الأهلي قدام القطن الكاميروني هي فرصة كبيرة لتعديل وضع الفريق في جدول الترتيب. المجموعة بقت صعبة جداً قبل ما نروح جنوب أفريقيا ونلعب سان داونز هناك. طبعاً عودة برونو سافيو للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة خبر كويس جداً. كل الأمنيات بالفوز للنادي الأهلي على القطن الكاميروني إن شاء الله.